مستذكرا صفات السيد موسى الصدر في الدفاع عن المحرومين، لفت الرئيس ميشيل سليمان إلى الحرمان الذي يعيشه المسيحيون منذ قطع رأس الميثاقية وغياب الديمقراطية، بالإشارة إلى الفراغ الرئاسي. ودعا في خلال اجتماع كتلته جميع القوى إلى العودة للنقطة الأساسية التي تتسبب بتراكم الأزمات وتدخل البلاد في مخاطر يمكن تجنبها في حال غلبت هذه القوى المصلحة الوطنية على الخاصة، مشددا على ضرورة أخذ العبر ولبنانة الخيارات والنزول فورا إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت سليمان إلى أن الإخلال بالأمن أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه. وتطرق الاجتماع إلى التعيينات العسكرية. أعتقد أنه هلأ الجلسة بكرة ما في جلسة، الجلسة بتكون بثمان الشهر. إذا كان هناك من تعيين لقائد الجديد للجيش، أنه وزير الدفاع وفقا للأصول بيجي بيعرض عدة أسماء، ثلاث أسماء من الضباط الموارنة والذين عندهم أركان بالجيش لأنه بده يكون ركن. وكان سليمان قد عرض الأوضاع السياسية على الوزير والنائب السابق فريد هيكل الخازن، الذي أشار إلى عدم جواز إجراء أي استحقاق دستوري أو أي إجراء سياسي كبير قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولا يجوز إلا إذا كان هناك قانون الكل مجمع عليه، وبالتأكيد لن نقبل بتعيين قائد للجيش، لأن رئيس الجمهورية هو الممثل الأساسي، بتأسف إني أقول هالكلام، ولكن رئيس الجمهورية هو الممثل الأساسي والرئيسي للمسيحيين في لبنان، وهو بصلاحياته رئيس المجلس الأعلى للدفاع وقائد القوى، القائد الأعلى للقوى المسلحة. هل يجوز تعيين قائد للجيش من دون رأي رئيس الجمهورية؟ هل يجوز إقرار قانون انتخابي بالتصويت؟ وين حق رئيس الجمهورية برد قانون الانتخاب وبإعادة التصويت عليه وبإعادة درسه؟ واستقبل سليمان أيضا الوزير السابق إبراهيم الظاهر وسفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي، ووفدا من حزب 10452 برئاسة رولا مراد.